شهد معبر رفح تناقصاً لعدد الشاحنات التي اتجهت إلى منفذ كرم أبو سالم والمحملة بمعونات متنوعة إلى المدنيين في قطاع غزة، حيث وصل عددها إلى 25 شاحنة فقط. هذا وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في عرقلة حركة الشاحنات من خلال رفضها عبورها إلى الأشقاء الفلسطينيين وممارسة سياسة التعنت والتعسف ضد المساعدات. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية لازلنا نتابع معكم كل الجهود المصرية المبذولة من أجل إنفاذ المساعدات المختلفة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي مارست أقصى درجات العنف والقسوة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال تقليص عدد الشاحنات التي كانت من المفترض أن تتجه إلى قطاع غزة. اليوم توجهت 25 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية وطبية من معبر رفح إلى منفذ كرم أبو سالم، وما قام بتفريغ حمولته إلى الآن يعني حوالي 4 شاحنات فقط. هذا بالإضافة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سمحت لحوالي 9 شاحنات من الشاحنات التي تحمل محروقات بتفريغ حمولتها، وكانت عبارة عن 4 للسولار وحوالي 5 للغاز. إذن نحن أمام تناقص شديد في المواد الغذائية والإنسانية التي من المفترض أن تتجه إلى المدنيين في قطاع غزة والذين يعانون من ويلات الحرب ونقص كبير في المواد الغذائية والإنسانية. أمس أيضا كان هناك ارتفاع بسيط في أعداد الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية، وصل عددها إلى حوالي 55 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مستلزمات للأطفال ومستلزمات للخيام وأيضا فحم ومواد غذائية. اليوم هوت بنسبة كبيرة أعداد الشاحنات التي كانت من المفترض أن تتجه إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. يمكن هذا هو المشهد لدينا إلى الآن من أمام معبر رفح البري، وأعود إليكم مرة أخرى.